أعزائي المشاهدين، أنا كنت رايح أعمل معاينة في فيلا لحاجة واتشكلت في المعلومة دي وشفت حاجة تانية العميل نفسه ما كانش قايل لي عليها. تعالوا كلنا نشوف مع بعضينا ايه المعينة بتاع الأرض. في حاجة أنا هنا شفتها بالصور ما أعرفهاش وما تكلمنيش عليها قبل ما نطلع فوق. بصوا أهي. طبعا ده زي العادة حديد مصدي خالص في قلبة السلم، وده مفيش علاج ليه غير التدعيم من تحت. شكرا لحضراتكم.